التي تسد منفذ بوابه مجلس نواب الشعب. جلست وانا وقفت انا ونائبتي السيده سميره الشواشي وعدد قليل كل قليل 6 أو 7 من المناضلين والنواب. كانت لحظة تاريخية مهمة لأنها كشفت طبيعة انقلاب على أنه انقلاب بحق والدبابة بدم استعملت أمام حلوى من العراق كان مولود دبابة كان مولود كان مولود حرس قبل ذلك يعني حرس رئاسي معنى أمن رئاسي ولم يكن هناك دبابة ولا جيش أمام محل من العراق. في تلك اللحظة كنا في الحقيقة وحدنا، كان هناك زيطة، كان هناك تزمير وتطوير وتصفير يعني كل أوركسترا كانت منظمة من الانقلابيين أنذروا الشعب التونسي بحال فرح. أنا تبشر الشعب نظرا للحرية وحتى وقدم الشهداء جيلا بعد جيل وحصل على جائزة نوبل جائزة له. كيف يخرج مصفقا مهللا مطبلا مزمرا للانقلاب؟ يعني كانت لحظه ماساويه في الحقيقه، مشهد تونسي مريع وفضيحه، فضيحه نوع من الفضيحه السياسيه، ان يخرج الشعب مصفق للانقلاب. صحيح ان ما قبل 25 لم يكن جدنا على وجه الارض، ولكن لم يكن جحيمنا ايضا، وما بعد 25 لم تتحول دون جنة على وجه الأرض، بل زادت مشكلتها. كانت عندنا مشكلة واحدة، كانت عندنا أزمة اقتصادية، ولكن ما عندناش مشكل سياسي. بعد 25 تفاقمت الأزمة الاقتصادية وأصبحنا نعيش أزمة سياسية حقيقية، لأن انتقلنا من النظام الديمقراطي إلى النظام الاستبدادي. لكن الملاحظ أنه نهار 25 أو صبيحة 26 تقريبا صوت يكاد يكون وحيدا، حزب العمال كان معنا للأمانة أو كان مع المبدأ يعني معنا في الانقلاب يعني أكثر موضوعية قلت أنا كنا تقريبا واحد مع عدا حزب العمال الذين قلنا وصفنا الأمور بما هي عليه، قلنا هذا انقلاب وأننا سنقاومه بالوسائل السلمية. انظر اليوم بعد 10 أشهر، هذه ال10 أشهر ماذا كانت يعني؟ بعد 10 أشهر الانقلاب أصبح وحده ونحن في جملة جبهات، جبهة الخلاص الوطني أو الإنقاذ أو الجبهة الأخرى يعني اللي هي تعمل لنفس الهدف اللي هو إسقاط الانقلاب، وجملة من القوات بما فيها القوى الاجتماعية كاتحاد الشغل. هؤلاء يعني الانقلاب الآن معزول أكثر من أي وقت مضى، بينما حركة مقاومة الانقلاب تتسع لتشمل مزيدا من الشخصيات المحترمة ومزيدا من الأحزاب ومزيدا من القوى الاجتماعية. معلومة لو تبع فقط وسائل الإعلام تعرف من منطق الواحد تعرف، سواء وسائل الإعلام الداخلية ولا وسائل الإعلام الخارجية معروفة، هناك قوى ترهب من الثورة التونسية، هناك قوى في الأردن وفي داخل البلد هي قوى مضادة للثورة، انتعشت بعد الانقلاب، لأن الانقلاب هو صورة من صور الأعمال المضادة للثورة، الكيانات المضادة للثورة. لأن موكش خفي إذا تتبعت وسائل الإعلام الداخلية والخارجية تعرف من هم مع الثورة التونسية، من هم مع النهضة، من هم ضد النهضة وضد الثورة التونسية. عاشورة كاينة في إسقاط الاستفتاء وإسقاط الانقلاب جملة، ومشي في 30 مارس قانون واحد لسنة 22 ألغى فيه كل هذه المراسيم التي مثلت انقلابا على الثورة.